محمد إدريس الرياحي، كاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الدير الفدرالي الديمقراطي للشغل، فرع الشرف مغوغة. اليوم التواجد ديالنا إلى جانب الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة هو تواجد من أجل الاطلاع على المشاكل اللي كتعاني منها المؤسسة واللي كتأثر على السير العادي ديال العمليه التعليميه التعلميه بشكل يومي. اليوم من خلال اللقاء ديالنا مع الاطر التربويه استمعنا للمشاكل ديالهم واستمعنا لها بواحد الاذن صاغيه، ونتمنوا اننا ان شاء الله نكون طرف فاعل في ايجاد الحلول. المشاكل باش ما نطولش عليكم، المشكل الاول هو الاكتظاظ، يعني المشكل اللي كيعانوا منه الاساتذه الاطر التربويه العامله بالمؤسسه هو الاكتظاظ. المؤسسه عرفت واحد التوافد كبير ديال واحد العدد كبير ديال التلامذ اللي جاوا من مناطق مختلفه من المدينه وخاصه من جهه ديال مغوغه، والاساتذه العاملين بالمؤسسه كيقولوا على انه هناك مؤسسات تتواجد بمقاطعه مغوغه كيقولوا على انه ممكن يمشيوا المؤسسة أخرى اللي هي الحي الصناعي، وبالتالي غادي يتم التخفيف على مؤسسة عبد المؤمن الموحدي وغادي يشتغلوا الأساتذة في واحد الظروف عادية ومعقولة. البنية ديال المؤسسة كتعاني من واحد الضغط كبير من هذا الاكتظاظ، وهذا الشيء اللي غينعكس بشكل سلبي على بعض المواد العلمية اللي كتدرس بالتفويج. يعني الأساتذة كيوجدوا نفسهم بين واحد الخيار اللي هو صعيب شي شوية، أنه خصهم يختاروا إما يحافظوا على التفويج ويلتحقوا بواحد المؤسسة ابتدائية اللي غادا تكون كملحقة يمشيوا لها واحد 15 ديال الأقسام، أو يلغيوا التفويج ويبقوا في المؤسسة الأصلية اللي هي عبد المؤمن الموحدي. إذا بقوا في المؤسسة ديالهم غادي يتحرموا التلامذ من التفويج، وهذا من طبيعة الحال غادي يأثر بشكل سلبي على النتائج ديالهم. وإذا مشاو للمؤسسة ديال بدر اللي هي محادية للمؤسسة، الظروف ديال الاشتغال فيها شي شويه صعيبه. مثلا نبداو على انه كاين الطبالي مثلا ديال التلامذ اللي غيجلسوا فيهم تلاميذ، طاولات يعني موجهه للتلاميذ ديال الابتدائي، طاولات من حجم صغير، وكنعرفوا يعني يعني الفئه العمريه ديال التلاميذ ديال الثانوي غادي يتعذبوا شي شويه الا جلسوا في ذاك الطاولات ديال التلاميذ الصغار. حنا ما كرهناش ان المشكل يتحل من الجذور ديالو، ونقلبوا على واحد الوضعيه ديال التدريس اللي تكون مواتيه واللي تكون في صالح الاطر التربويه العامله بالمؤسسه، وتكون في نفس الوقت في صالح التلميذ والتلميذه، لان احنا معاهم كنشتغلوا وكتهمنا مصلحتهم وكيهمنا المستقبل ديالهم. صحيح. وهنا الاساتذه كيفاش كيقولوا في هذا الجانب هذا، كيقولوا على انه الاداره ديال المؤسسه كيخصها تشاركهم في التدبير التشاركي ديال المؤسسه. الاساتذه كيقولوا بان كاين تدبير احادي من طرف رئيس المؤسسه، وبانه ما كيستمعش ليهم وما كيصغيش ليهم وما كياخذش بالافكار اللي كيقترحوها وما كياخذش بالحلول اللي كيقدموها. فيما يتعلق بالاكتظاظ، الاساتذه كيقترحوا على ان مثلا اعداديه عمر الخيام ممكن التلاميذ ديالها يمشيو مثلا للحي الصناعي، والاساتذه على علم لانهم تواصلوا مع مجموعه ديال الزملاء ديالهم اللي كيشتغلوا بمؤسسه الحي الصناعي، وتاكدوا يعني على ان المؤسسه ديال الحي الصناعي كتعرف واحد التخفيف في البنيه، وبالتالي الى التلامذ اللي وافدين من الاعداديه ديال عمر الخيام التحقوا بالحي الصناعي غادي يكون واحد التخفيف على مؤسسه عبد المؤمن الموحدي، وغادا تكون واحد الظروف موضوعيه وطبيعيه بالنسبه للتلاميذ والتلميذات بالمؤسسه. اذا نحن الان باسم اساتذه عبد المؤمن الموحدي التاهيليه اجتمعنا هذا الصباح يوم الجمعه لاجراء وقفه احتجاجيه على ما آلت إليه أوضاع المؤسسة طوال عقد من الزمان، فمنذ تأسيسها 2011-2012 كنلاحظوا يعني الإدارة الجديدة يعني كتلك واحد طريقة خاصة، طريقة لا تشاركية، طريقة غير مندمجة، طريقة لا تساير الشعار الذي هو مرفوع للموسم الدراسي الحالي اللي هو من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. فهناك مشكل كتعاني منه المؤسسة ديال عموم الموحدين، مشكل ديال طريقة ديال معالجة وتدبير الملفات على المستوى الإداري أو على المستوى التربوي أو على حتى المستوى العلائقي. فنحن يعني في سنتنا الثانية في تسيير ديال الإدارة الجديدة لهذه المؤسسة، تشكل المؤسسة من مشاكل عدة على المستوى الإداري، يعني عدم إشراك من الجمعيات والمجالس ديال المؤسسة في تدبير المندمج والمتشارك في الملفات اللي كت
تعرض على الطاولة ديال المجالس، عدم تفعيل ديال هذا المجال المجلس التدبيري المجالس التعليمية، المخرجات ديال كذلك عدم التفعيل ديالها. بالنسبة لجمعيات الآباء وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ تم يعني تجميدها. كذلك عندنا مركز ديال النسق اللي احنا الآن في الأسبوع ديال تقويم التشخيصي تم يعني إغلاقه. كذلك احنا انطلقنا التحقنا بالبداية ديال السنة والسيد المدير لم يعني يعقد اجتماع كما لم يعقده في السنة الماضية عندما التحق لأول مرة بهذه المؤسسة، لم يعقد اجتماع مع الأطر الإدارية والتربوية ليطرح طبعا مش يعني نظرته و يعني رؤيته للتسيير ديال المؤسسة اللي التحق إليها. فاحنا من هنا كنطلبوا الجهات المسؤولة بأنها يعني تتخذ يعني الخطوات يعني يعني الجريئة واللازمة لوقف النزيف اللي كتعرفوا المؤسسة ديال العموم الموحدي واللي كيبان من المؤشرات ديالو من خلال الـ يعني النسب ديال المغادرة ديال التلامذ المؤسسات الأخرى، كذلك الانتقال ديال واحد عدد كبير ديال الأساتذة من إلى مؤسسات أخرى. هذه بعض المؤشرات وغيرها كثير اللي كتعكس يعني ما آل إليه الوضع التربوي بمؤسستنا، وشكرا.